اليوم نزلت أول حلقتين من مسلسل الخيال والرعب لنتفليكس Cabinet of Curiosities أو حجرة العجائب. مسلسل يتكون من 8 حلقات وفكرة تقديم جيرمو ديل تورو، وكل حلقة في المسلسل عبارة عن قصة جديدة وعنوان جديد لكاتب ومخرج مختلف. طبعا تابعت أول حلقتين وجدا استمتعت، حسيت أني بتفرج شيء خارج عن المألوف. الحلقة الثالثة والرابعة راح تنزل بكرة بتاريخ 26 أكتوبر، والحلقة الخامسة والسادسة راح تنزل بتاريخ 27 أكتوبر، وأخيرا الحلقة السابعة والثامنة راح تنزل بتاريخ 28 أكتوبر. نصيحة لي فوتكم المسلسل، تقييم الشخص الأول حلقتين من حجرة العجائب هو 8/10.